السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الثامنة مع محمد الغيتي على قناة اتش بي سي. بعتذر عن عدم حضوري امبارح لظروف خاصة، والنهاردة بنستأنف مع حضراتكم كما كل أسبوع شكاوى، هنستقبل قول شكوتك للثامنة. إلى العناوين: قافلة أبواب الخير التي أطلقها الرئيس تطرق أبواب المحافظات من الصعيد إلى الدلتا. وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية لمطار القاهرة. المدير الإقليمي للصحة العالمية يعلن: فوجئنا بجائحة كورونا ولم نستعد لها كما ينبغي. مشاهير وفنانين ضحايا سمكري البني أدمين، تفاصيل فضيحة مركز العلاج الطبيعي الذي يديره نصاب. الثامنة يرصد أهم حوادث المحافظات. إحالة 3 متهمين للجنايات في قضية عنتيل الصعيد. شربته عصير السم وكتمت أنفاسه عشان الجيران، اعترافات المتهمة بقتل طفل المنيا. كلاكيت ثاني مرة مصرع مسجل خطر وضبط أفراد عصابة أثناء تحرير طفل بأسيوط. ولع في زوج أخته وقفل عليه الباب، جريمة بشعة بطلها مسن بالمنصورة. بائع كبدة يقتل زوجة خالي بدعوى أنها ملبوسة بالأسكندرية. وعلى السوشيال ميديا: نجاة النجمة الكبيرة ميرفت أمين من حريق نشب داخل شقتها بالمهندسين. إيقاف حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير محدود. دعوى قضائية تطالب بمحاكمة حسام البدري ورد الأموال التي تقاضاها من المنتخب. إلى التفاصيل. النهاردة شهدت العديد من المحافظات الحقيقة تفعيل مبادرة الخير اللي أطلقها الرئيس أمس الأحد، والنهاردة انطلقت قافلة، عدة قوافل الحقيقة، لعدد كبير من المحافظات يعني توزيع الخير في هذه المحافظات، وذلك بالتعاون بين عدد من الوزارات، منها وزارة التضامن مع صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة و18 مؤسسة من المجتمع المدني، منها الأرمان ومصر الخير والجمعية الشرعية وبنك الطعام المصري وراعي مصر ورسالة مؤسسة وأشراقت الخيرية وتحسين أوضاع المرأة والمصباح المضيء وصلاح الدين والاتحاد النوري لرعاية الأيتام. الحقيقة القافلة مبدئيا بتدعم مليون أسرة في الريف وفي الصعيد. بدأت النهاردة كان في محافظة الدقهلية، حيث يعني تواجد عدد كبير من القوافل شملت عدة آلاف، 43 ألف كرتونة مواد غذائية، وأيضا تجهيز عرائس أكثر من 1000 عريس أو عروس وكراسي للمرضى، وأيضا وحدة غسيل كلوي مع يعني أجهزة طبية أخرى. برضو كان فيه طعوم لقاح في نفس القافلة في الدقهلية للمواطنين في القرى وفي الريف. في محافظات تانية برضو تم فيها نفس القافلة، منها محافظة الشرقية ومحافظة المنيا. محافظة الشرقية برضو تم فيها توزيعات كبير من هذه الكراتين، وأيضا تجهيز العرايس ومد خطوط مياه جديدة للقرى اللي ما فيهاش مية. المنيا نفس الشيء، قافلة كان فيها تضم 36 شاحنة فيها 72 ألف كرتونة مواد غذائية، 25 ألف قطعة ملابس، مستلزمات زواج لأربعين فتاة من الأولى بالرعاية، 54 حضانة بمشتملاتها وحضانة متنقلة، 42 جهاز للعلاج بالضوء، 15 جهاز إفاقة، 6 أجهزة للقياس الصفراء، 21 جهاز ضغط المجرى الهوائي، 21 جهاز تنفس صناعي، 24 سرير للرضع، 66 ماكينة ضخ للسوائل، 54 ماكينة سحب سوائل، 5 ماكينات غسيل كلوي، 25 كرسي غسيل كلوي. كل ده في المنيا وضمن قافلة الخير.
بمناسبة الخير أيضا، النهاردة انطلقت طائرتين في جسر جوي لتقديم مساعدات إنسانية من مصر إلى شقيقتها السودان. طائرات نقل عسكرية، يعني طائرتين عسكريتين محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية، تشمل عدد أو كميات كبيرة من الخيام والبطاطين المقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية والحكومة المصرية إلى السودان الشقيق. احنا عارفين طبعا أنه كان في سيول في السودان وشردت عدد كبير من سكان القرى على النيل، خصوصا النيل الأزرق. نشوف كده فيديو. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة عبر جسر جوي ممتد على مدار الأيام القادمة لجمهورية السودان، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن. أقلعت طائرتان نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الإنسانية والتي تشمل كميات كبيرة من الخيام والبطاطين مقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة، وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين السودانيين. جانبهم أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية. ده يعني دعم مقدر ومشهود لا نستطيع أن نصفه في مثل هذه الأحوال، فهو دعم الشقيق إلى الشقيق. وإحنا من هذه المناسبة نحيي الشعب المصري ونحيي القيادة المصرية وسعادة الرئيس. النهاردة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي كان في استقبال البعثة العائدة من طوكيو، البعثة الرياضية اللي شاركت في أولمبياد البارالمبية، وكان في مقدمة البعثة والرياضيين الفائزين بالجوائز البرونزية ومن الحياة متحدي الإعاقة وذوي الهمم من أبطالنا، منهم فاطمة عمر وحمدته وعدد كبير من أقول لكم سبع، احنا خدنا سبع ميداليات، خمسة فضية واثنين برونزية. فاطمة عمر، شريف عثمان، محمود صبري، رحاب رضوان، محمد صبحي، هاني عبهادي في رفع الأثقال، ومحمد زايد في البارا تايكوندو. والحقيقة يعني كان أنا كان نفسي يبقى الناس في استقبال المجموعة العظيمة دي، لأنهم برضو عملوا إنجاز عظيم وتحدوا إعاقتهم وشرفونا في العالم كله بصراحة. طيب النهاردة برضو وزير التعليم العالي أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات. هو طبعا احنا معانا جزء من الفيديو يا استاذ يا شباب. هو الوزير النهارده قال بظهور نتيجه تنسيق المرحله الثانيه يكون مكتب التنسيق قد اتم توزيع 3,500,000 اعتقد 599,000، معقوله ولا دي 35,000. المهم طالب في المرحلتين الاولى والثانيه وخلال اسبوعين فقط من بدء العمل وبدء تنسيق المرحله الثانيه بحد ادنى 254.5 درجه فاكثر، اي بنسبه 62.7% لاقل من الحد الادنى المعلن للمرحله الاولى للشعب العلميه باجمالي 186,618 طالب، والشعب الادبيه 238 درجه فاكثر، اي بنسبه 58% لاقل من 269.5 درجة بإجمالي 56,404 طلاب، بذلك يكون إجمالي عدد طلاب المرحلة 243,022 طالب. طيب أخد أبدأ نبدأ نستقبل شكوانا ممدوح من القاهرة، اتفضل يا ممدوح. أستاذ محمد مساء الخير. أهلا بيك يا فندم، اتفضل. ربنا يخليك يا فندم، عندي شكوى سيادتك لو سمحت تكرمت تسمح. اتفضل يا فندم اتفضل. احنا 300 واحد خارجين على المعاش
السن القانوني على 60 سنه من شركه اسمها الشركه العامه للنفاس والمياه الجوفيه رجوه، ولغايه دلوقتي الشركه العامه يا فندم للايه؟ الشركه العامه للابحاث. ايوه الشركه العامه للابحاث ايوه والمياه الجوفيه والمياه الجوفيه ايوه رجوه رجوه. اه ماشي اوكي. دي مقرها سيادتك 19 شارع عماد الدين. ايوه لغايه دلوقتي سيادتك خارجين من 2017 على المعاش وما خدتوش المعاش على السن القانوني وما خدناش كل مستحقاتنا، ما فيش باب ما خبطناش عليه. روح لسيادتك الاسم قال ده موضوع اداري مش جنائي. يعني خدتوا جزء والباقي لا يا ممدوح؟ ما فيش حاجه خالص سعادتك ولا تعريف. 300 واحد طلعوا معاش وما خدوش ولا مليم، ما خدوش معاش. 300 واحد سيادتك ورئيس الشركه لا ولا مليم خدناه سيادتك، ورئيس الشركه كل ما نروح له بننبه على بتوع البوابه تحت ما فيش حد يخش من بتوع المعاشات، ولما بيسالوه لهم بتوع المعاشات عايزين فلوسهم يقول انا اجيب لهم منين، يضربوا دماغهم في الحيط. لا 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 ما ينفعش. طيب انا فاحنا سيادتك ناس من الصغيره 63 سنه طبعا وفي ناس ماشيه معانا بقالها 67 سنه و 68 سنه. لا لا ما ينفعش. لا انا طبعا ما ينفعش فما خليناش باب سعادتك ما خبطناش عليه. طيب مجلس الوزراء، القيادة الإدارية، الرقابة الإدارية، الاسم واخد بالك، رئيس النقابة العامة لوزارة الزراعة، كل ده خبطنا عليه ومفيش حد بيحل لنا المشاكل. طيب طيب أنا وصلت يا ممدوح. أنا بوجه كلامي للدكتور محمد معيط وزير المالية، لأنه ما ينفعش الناس دي بعد نهاية ما أفنت عمرها في خدمة الدولة والبلد يتم التعامل معاها كخيل الحكومة. وانا شايف ان في قطاعات كتيره منها مزبيرو مثلا، الناس طلعت معاش برضو بقالها كذا سنه وما خدوش مستحقاتهم. فانا بارجو يا دكتور معيط، انت يوما ما تطلع معاش فما ينفعش حط نفسك مكان الناس دي، وهم ابائنا ويعني واخواتنا الكبار واجدادنا، ما ينفعش يتبهدلوا البهدله دي. شكرا يا ممدوح. انا بوجه الرساله لوزير الماليه محمد معيط، وان شاء الله يا رب يسمعها، لانه بطرس غالي لما كان وزير ماليه ارتكب هذا الاسم الفظيع، ومش ربنا مش هيسيبه دنيا واخره لما خد فلوس التامينات والمعاشات وضرب فيها في وحطها في مشاريع وضرب فيها في البورصه، وكانت ماساه ودي مستمره حتى الان. فيا رب يستجيب الدكتور معيط والدكتور مدبولي. الملف المعاشات، الجماعه اللي خرجوا معاشات يستحقوا مننا نظره عطف يا حكومه. ناخد مين؟ سيد من هنا، اتفضل يا سيد. اهلا بيك، اتفضل. علي صوتك، اتفضل. ايوه سيد حسين محمد بلوي. اهلا بيك، اتفضل يا استاذ سيد. ايوه اتكلم. اتفضل. ماشي، انا اسمي سيد حسين محمد بلوي. تمام، سمعنا الاسم. من قريه العوامر الغربيه، مركز ابو دش، محافظه قنا. اهلا وسهلا، اتفضل. يا احمد مين؟ اتفضل كمل. اعرض على فكرة مشكلة اقول. طيب مشكلتنا يا احمد انه معالي الوزير محافظ سينا خصصين امتصاص 5400 متر مدخن لقرية العوامل الغربية. ايوه. ألو؟ ايوه، انت بتقول ان هو انت خصص مش عارف كم متر مدافن، صح؟ ايوه خصص 8400 متر مدافن. تمام، وبعدين ما حصلش التنفيذ؟ ايوه. تمام، يعني انتوا عايزين مدافن. اي خصصها لنا بارك الله فيه، خصصنا المدافن دي بس لم ينفذ القرار. تمام. الاخوه اللي تقدموا بالطلب. الو. ايوه يا فندم سامعك، اتفضل. الاخوه اللي تقدموا بالطلب عشان تخصص مدافن لجميع اهالي القريه دون استثناء ودون تمييز، الا انهم فوجئني انهم استولوا عليها لانفسهم فقط. مين الاخوه دول؟ موظفين يعني؟ سبع افراد فقط يا فندم. موظفين هم يا عم سيد؟ نعم. اللي خدوا هذه الاماكن او يعني سيطروا عليها موظفين؟ موظفين؟ مواطنين من نفس القريه. طب ليه سيطروا عليها؟ انا مش فاهم. سيطروا عليها يا فندم عشان يبقوا اهم بيها، معالي الوزير المحافظ خصصهاني بدون مقابل، وهم عايزين يبيعوا لنا بالمتر. وهم ايه صفاتهم؟ عايزين يبيعوا لنا بالمتر بيع. وايه صفاتهم هم؟ هل لهم صفه؟
لهم صفه انهم هم اللي قدموا الطلب. يعني يا فندم انا لو عملت طلب اعمل مدرسه للقريه اقول المدرسه تخصني وحدي ولا تخص القريه باكملها مثلا؟ يعني ده كلام انا فهمت كده. حاضر حاضر احنا ماشي احنا معانا هيبقى طيب يا علي ارجو نتواصل مع السيد محافظ قنا. هاتوا لنا محافظ قنا على التليفون يا جماعه، وانا ارجو يعني اذا ما قدرناش نكلم سياده المحافظ مباشره اللينك يوصل له علشان نحل المشكله دي، من حق الناس دي يبقى لها مدافن في هذه القريه. سعيده من الغربيه اتفضلي يا سعيده. اتفضلي. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام، وطي التلفزيون ربنا يخليك. ايوه حضرتك انا كلمت حضرتك من 15. كملي. من 15 يوم كده عشان مشكله محمد ابني. انا ام واب بالله عليك محمد ماشي، وهو عنده ضمور في الاربع اطراف. تمام. وعايزه يعينه واخد دبلوم ومعاه شهاده معوقين 5%. ده في الغربيه صح؟ وعايزه عمليه زرع نخاع الله يسترها معاه. حضرتك كلمتني عشان يشتغل ولا عشان عمليه؟ محمد عنده كام سنه؟ أنا مش سامعة. محمد عنده كم سنة؟ محمد عنده كم سنة؟ محمد عنده 23 سنة. أنت كلمتيني عشان يشتغل ولا عشان العملية؟ 23 سنة. طيب خليكي معايا، والنبي يا جماعة واضح إنها مش سامعاني، شوفوا إيه المطلوب وإن شاء الله خير. ربنا يخلي ربنا يشفيه لك يا رب. يا رب يا رب، أنا مش سامعة كتير قوي بالله عليك، مش سامعة بالله. طيب خليكي معانا وهم هيكلموكي زملائي حالا. طيب اخد عبد الله من اسكندريه. طيب عبد الله وقع. النهارده كان في تصريح من احمد المنظري، الدكتور احمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمه الساحه العالميه في الشرق الاوسط، والحقيقه قال كلام كتير جدا، لكن نخلص منه بايه؟ بانه الراجل ده بيقول احنا ما كناش مستعدين لجائحه كورونا، وقال لم نستعد لها كما يجب، وانه حتى الان يعني كلام بينتقد طريقة تعامل الدول مع جائحة كورونا، وقال انه الجائحة عملت هزة في الاقتصاد العالمي ونزعت القوة من منظمة الصحة العالمية. يعني راجل بيمثل منظمة الصحة العالمية بينتقد منظمة الصحة العالمية، هذه جرأة منه. وقال انه يجب على منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ان يعملان سويا على تعزيز انتاج اللقاح، وانه ما يتمش احتكار اللقاحات للدول الكبرى او الدول الصناعية. الراجل ده جريء جدا، يبدو ان هو واخد حبوب الشجاعه. الحقيقه الكلام في منتهى الجراه عجبني جدا، هو كلام كتير بس ده الملخص، بيقول ان مفيش شفافيه في انتاج اللقاحات، وانه في احتكار لانتاج اللقاحات من الدول الكبيره، وانه الدول الفقيره يا عيني هي والدول الناميه هي الضحايا لهذا الصراع. وبيقول اللي معاها الدول اللي معاها فلوس في الاخر هي اللي هتغطي مجتمعاتها للوصول الى مستوى القطيع، اللي هو بمعنى انه يكون اغلب المجتمع ولا يقل عن 75% منه عندهم هذا المصل او هذا اللقاح. عايز اروح لبقى فضيحه بجلاجل، فضيحه طبعا هذا الطبيب بتاع العلاج الطبيعي اللي هو نصاب، لا بتاع لا طبيب ولا علاج طبيعي ولا دياوله، وكتب هذا الشعار المخزي المستفز المقزز على العياده، كتب على عيادته سمكري بني ادمين. انا فوجئت بكم المشاهير والفنانين والشخصيات العامه اللي راحت له بصراحه اهو. انا كان حد انا افتكرت يا جماعه، انا واحد اساسا مريض غضروف، يعني انا عندي مشاكل في يعني بسبب المهنه والقعده والاستوديو والمكتب. انا فاكر ان في حد كان قال لي برضو من الفنانين، مش هقول اسم، يعني في فنان معروف قال لي بقول لك انا بروح له وتعالى يعني يظبط لك ظهرك. مين؟ استاذه نجوى يا شباب، يا استاذه نجوى معانا، نجوى فؤاد. طب ما قولوا لي، طب قولوا لي الو ازاي حضرتك عامله ايه؟ وحشاني جدا، وحشاني جدا جدا جدا. وانت كمان انت وبنوتك الله يخليك. طمنيني على صحتك عامله ايه؟ احسن الحمد لله، يعني في طريق للشفاء ان شاء الله. قولي لي انت رحتي للسمكري البني ادمين ده اللي عامل عياده يوسف خيري؟ لا هو جاي لي هنا، واحده صاحبتي جابته لي هنا وعرفتني بيه وعمل لي مره واحده بس، انا حسيت العمليه مش متظبطه. اه ولا زود ولا نقص، ما عمليش حاجه وحشه حرام.
مره واحده يعني زي ما انا، ورجعت زي ما انا كمان. يعني ما عملش حاجه وحشه. هو بيعمل، انا بيمسك ان شاء الله بعمل جلسات تاني معاك وخلاص، وادي وش الضيف يعني. طب مدام نجوى، هو بيعمل، انا شفت فيديو لامير كرارة ماسك حاجه زي الشنيور او زي، يعني البعض بيقول لي مساج، بس انا لقيت حاجه كده. مش مساج يا استاذ محمد. امال ايه بيعمل ايه؟ هو بيطقطق، بيشد الفقرات عن بعضها، فطبعا ده شيء خطير. لكن هو بيقول ان هو خد شهادات من امريكا، انا ما عنديش فكره. ما طلع يعني الموضوع نصب، ما خدش حتى من الظاهر من خربتها، يعني اساسا معهوش شهادات. هو قيل ان هو كان في تربيه رياضيه ومشي. الله يسهل له بقى. طيب انت، هو شاب صغير وعايز يعيش وعايز ينجح وعايز يعني يكتسب ماده وحاجات كده. بس هو صورك ونزل صورك عنده في صفحته. كان مع مراته اظني حاجه كده، وهي بتصور فيديو، فانا افتكرت فيديو خاص ليهم يعني. نزلته فجاه لقيته في الميديا كلها. هو كان مش مشكله. كان امتى مدام نجوى؟ كان امتى؟ نعم، كان امتى الكلام ده؟ الكلام ده كان من 3 اشهر تقريبا او 4 اشهر. طيب انت توجهي نصيحه لاي حد يعني بيحاول يتسلق او يصل للنجوم والفنانين والمشاهير ويستغلهم؟ لا، هو بيجوا عن طريق ناس، يعني ناس بيشوفوهم في حته مثلا بيعالجوا حد او بيطقطقوا حد او حاجه كده. فطبعا ده بيقول انا لما صديقتي مدام نجوى، طب ما خده لها. صحيح. هديه من ايه يعني. انا حد كلمني وقال لي عشان يجيبه لي برضه، بس انا ما يعني انا ما افتكرتش حكايه غير امبارح. الحمد لله، بس ربنا سلم يعني. الحمد لله. احنا عايزين نشوفك قريب بقى. يا ريت. تنوريني. ان شاء الله. لقائي معاك الاخير كان ممتع. كان رائع. رائع. ده من سنتين يا مدام نجوى، انت فاكره؟ معلش، سنتين كنا لسه اطفال صغيرين. مش كده، كنا في اعداديه سوا. انت عجزت، انا ما عجزتش. انت عايز طول عمرك، والله العظيم انت قمه الشباب والحيويه. روحك يخليك. بنستلهم من روحك وحيويتك. كل حاجة حلوة وطاقة إيجابية على طول يا مدام نجوى. ربنا يخليك، تحياتي ليك وسنة طيبة جدا. إن شاء الله، وإن شاء الله نتقابل في الاستوديو قريب. بشكرك يا مدام نجوى. تحياتي للمجموعة اللي عندك كلهم. الله يعزك، متشكر قوي. شكرا يا فندم، شكرا. اتفضل حضرتك. عايز أوريكم فيديو صغير كده، وروني يا جماعة كده لبعض الفنانين، نشوف كده. فك كده، ما تتكلمش معايا. ما قلتليش ليه إنها على حسيتي بحاجة؟ لا. حسيتي بإيه جوه؟ حاجة تقطعت. صح؟ حاجة صغيرة كده. حاجة اتحركت. سيبي نفسك يا نجوى. هو ناحية اليمين. أنت الكلب اللي اتقطعتي. الله يعين. بس تاني كبير؟ لا اقفلي اسمك مش هتعرفي، طلعي مناخيرك بس. يلا طلعي. ما هي وبعدين بيبقى وراها دلع كده على طول بيطلع. بصي طلعت فين؟ طلعت القطنيه. يلا تنفسي نشرب العصير كده. بتاع مدام نجوى، وده في بيتها واضح زي ما هي قالت. وهذا هو يعني هو طبعا المفروض يتحاكم، المفروض يعني يحقق معاه، لانه نقابه العلاج الطبيعي قالت مش عضو معانا ومش طبيب ومش دكتور، لا يحق له انه يعمل كده. في كذا فيديو، في امير كرارة، في ساندي، في هبه مجدي، في نشوف بعض الحاجات دي. طيب طبعا في قدامي اسماء كتير، منهم امير كرارة. في فيديو ليه وهو برضو بيعمل له نفس الكلام في ظهره. وامير طلع امبارح قال انا واحد بعتهولي، وانا مش المفروض انه اسال كل دكتور انت فين كارنيهك.
هو بصراحة المفروض نسأل يا أمير، يعني أنا المفروض أتأكد وأتيقن من اللي بيعالج أنه يطلع ما يثبت أنه هو دكتور، مفروض، لأنه إحنا شفنا بلاوي سودة في الفترة الأخيرة، شفنا ناس امتهنت مهنة دكتور نساء وتوليد مثلا في الصف سنين طويلة، واحد بيولد نسوان ولا كان ممرض باين اشتغل شوية ممرض وفتح عيادات طبيب مين؟ ألو؟ أهلا بيك يا أستاذ علي، أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك. حضرتك محامي الأستاذ يوسف خيري، ما أطلق عليه سمكاري البني أدمين، صح؟ تمام يا فندم، مظبوط. حضرتك يعني إحنا شفنا بعض الفيديوهات وناس كتير بتقول إن هو كانت مهددة إن يجي لها شلل رباعي ويجي لها أكمل بس. وبعدين شفنا نقيب العلاج الطبيعي كان معايا منذ يومين أو امبارح، قال إن هو لا طبيب ولا خد ترخيص ولا أي حاجة من دي. حضرتك هو أنا بس عايز أعرف الموقف القانوني، هل تم القبض عليه؟ يا أستاذ محمد، يا أستاذ أحمد معاك، مع حضرتك يا أستاذ محمد، هل تم القبض عليه يا أستاذ أحمد؟ تم القبض عليه يا فندم، بس مش بسبب اللي حضرتك قلته ده خالص. أمال إيه السبب؟ الاتهام الموجه ليه ان هو زور البطاقه الشخصيه بتاعته بشهاده برضه مزوره. تمام. ايه كتب فيها ايه؟ كتب فيها ايه يا استاذ احمد؟ نعم يا فندم؟ كتب فيها ايه؟ كان مكتوب فيها حاصل على بكالوريوس علاج طبيعي. وده مش حقيقي. هو يا فندم يوسف واخد شهاده من امريكا على ما اعتقد، حاجه اسمها كايرو براكتنج. هنا في مصر مش معترفين بيه، يعني بيقولوا ان ده مش علم هنا. لحظه يا فندم، لحظه، اسمها ايه يا فندم؟ كايرو براكتنج. كايرو علم تقطعه. كايرو براكتنج، براكتس، علم تقطعه العظام. طيب انا عايز بس اقول لك حاجه يا استاذ احمد. اتفضل يا فندم. انت فاكر يعني الاستاذ توفيق عكاشه؟ فاكر ايه يا فندم؟ الاستاذ توفيق عكاشه ربنا يشفيه. فاكره طبعا، فاكر ان هو كان دكتور طلع معاه دكتوراه في ايه حضرتك؟ قالها هو، انا بس بضرب لك مثل. تمام يا فندم. طلع تمام. من معهد، هو واحد في مصر، معهد حلاقين في حته في دوله ما، واخد بالك؟ ده انا بكلمك حقيقه، ده قدام المحكمه، وعشان كده مظبوط يا فندم. مش حقيقي. في واحد تاني قعد سنين في الاعلام، في استاذ دكتور في مش عارف علوم الطاقه والبتنجان حاجات كده، طلع واخد شهاده من دوله في شرق اوروبا في المنيكير، يعني هو يعتبر. تمام يا فندم. واخد بالك؟ فطبعا هذا كلام مش منطقي ولا علمي ولا عملي ولا اي حاجه، فانا مش عارف. تمام. انت مقتنع بموقفه كمحامي له يعني ولا ايه؟ مش يعني بص يا فندم، موضوع الشهاده ده انا لا اجزم بيه، احنا عندنا نيابه عامه محترمه جدا هي تقدر تتاكد من صحه الشهاده المقدمه. انا شخصيا لا، يعني ما اقدرش افصل في صحتها او عدم صحتها. النيابه العامه هي الجهه الوحيده اللي تقدر تفصل في صحه الشهاده. كل ما يخصني انا مرخص المكان ليوسف على ان هو جيم وتدليك ومساج. تمام. وطالع سجل تجاري بهذا الكلام، ويوسف حاصل على شهادات من المهن نقابه المهن الرياضيه بهذا الكلام. وتصريح مزاوله مهنه وحرفه من وزاره القوى العامله في هذا الشأن. ايوه بس ما خدش علاج طبيعي. لا طبعا، وهو مش دكتور يا فندم، احنا ما قلناش ان يوسف دكتور يا فندم. ده كل اللي زارهم وراح لهم وراحوا له على انه دكتور. لا يا فندم، لا خالص اطلاقا، الكلام ده غير صحيح يا فندم. نجوى فؤاد لسه من شويه بتقول لك جابوا لي دكتور، داليا مصطفى قالت جالي اللوكيشن على انه دكتور، ساندي قالت كان هيعمل لي شلل على انه دكتور، امير كراره قال اتعرفت عليه على انه دكتور. يا فندم دي مشكلتهم هم، لما هو دكتور كان لازم يتاكدوا اذا امير قال له انت واخد شهادات منين؟ قال له انا واخد دكتوراه من امريكا. تمام يعني يا فندم. كلام يعني ده في اجماع وناس كتيره ونهى مجدي وناس كتير قوي قوي، يعني انا مستغرب الكم اللي قدر ينصب عليهم على انه دكتور، يعني برضو دي حاجه عجيبه. انا بقول لحضرتك يا فندم ان مفيش ولا مجني عليه او حد تقدم ببلاغ ضد يوسف الى الان. يعني حتى الفنانه ساندي طبعا احنا بنكن ليها كل تقدير واحترام، هي ما تقدمتش ببلاغ رسمي، وهي قالت انا يعني هي كانت التعب اللي جالها ده جالها بعدها بفتره بشهر او شهرين تقريبا. طيب. هي على ما اعتقد مش متاكده برضو من الموضوع. طيب بعيدا عن ده، انت مع، وحضرتك يعني محامي وذو اهليه ولك مكانه ومن كلامك مفوه ما شاء الله، هل انت مع تعبير
سمكري بني ادمين؟ في بني ادم يحط التعبير ده يا افوكاتو يا احمد بيه؟ في بني ادم يعمل يكتب التعبير كده؟ التعبير قوي شويه. انا ما حضرتك يا فندم، ده تعبير قذر يا فندم، مش قوي. ده تعبير لا يرضي الله ورسوله والمؤمنون، لا يرضي بني ادم عنده انسانيه. في حاجه اسمها سمكري بني ادمين ده؟ يعني انت بتعدل في خلق ربنا؟ انت بتصلح العفشه في البني ادمين، بتصلح الموتور، بتصلح، يعني لا يمكن ان اشبه البني ادم بعربيه عايزه سمكره يعني، ولا ايه؟ قول لي رايك. هو انا يعني عايز اقول لحضرتك ان انا شخصيا اصدقائي كلهم كانوا نفسهم يروحوا ليوسف، ويعني اقول لحضرتك يعني في ايوه من كم الدعايه اللي عاملها وهو مستخدم. يعني انا شفت فيديو نجوى فؤاد وفيديو اخرين مستخدم شهره الفنانين، يعني ودي اسهل طريقه للشهره. طب هو يا فندم لو كان كل فنان بيروح له ما كانش بيرتاح على ايديه في اللي هو بيعمله، ما كانش هيرشح زميله التاني ليه، كان هيقول له بالعكس ده انا اللي انا ملاحظه ان هم بيروحوا له مره وبعدين بس يا فندم ما فيش ولا حد اشتكى ان يوسف اصابه بضرر او شلل او الكلام اللي احنا عمالين نسمعه ده. لا هو طيب انا عموما يعني بشكرك انك انت واخد موقف محامي الشيطان، ودي مهنه المحاماه في العالم كله. فانا هشوف اجراءات القضاء بقى والنيابه وننتظر طبعا كلنا القضاء. ننتظر طبعا تحيات النيابه العامه والنيابه العامه لو هتدينه لو القضاء ادانه خلاص. تمام هنتابع القضيه. وانا بشكر حضرتك استاذ احمد لويزي محامي يوسف خيري المدعي انه طبيب واللي كاتب سمكري بني ادمين. يا جماعه ارجوكم ظبطوا موضوع المداخلات بعد اذنكم. احنا كنا اتكلمنا عن قضيه عنتيل الصعيد من فتره الحقيقه، واتكلمنا برضو موضوع انتحال صفه طبيب، وطلع احنا اتكلمنا عنها مرتين، مره في الاولانيه ما نشر على انه طبيب في احدى قرى الصعيد فاتح اكتر من عياده وكان بيصور نفسه مع المريضات، وفي يعني يعني اقول يعني انتهك عرض البعض واغتصب البعض وكان في عدد الحي. وبعدين ثلاث متهمين عرفوا الحكايه دي في منطقه بني مزار، واحد عنده 45 سنه، واحد يعني و30 وحاجه، يعني كانوا ثلاثه. فخدوا الفيديوهات بطريقه ما وبداوا يبتزوا بها الدكتور والزباين والمريضات او العميلات او الساقطات او ايا ما كان الضحايا، ما اعرفش يعني لسه النيابه هتقول بقى، بس كان في طابور للاسف. فدلوقتي تم اتضح بقى ان هو فاتح عيادات برضو ومش دكتور، اللي هو عنتيل الصعيد ده بني مزار ده، تم القبض عليه وتم القبض على العصابه اللي كانت بتبتز وتبتز النساء. طبعا وجهت لهم نشر الفاحشه والفعل الفاضح والموضوع ابتزاز جنسي امام محكمه الجنايات. انا عندي النهارده حادثتين اطفال، طفل المنيا يعني اجتمعت ستتين من ستات بدول بقى يعني حواء الشيطان، اتنين ستات انا بعتبرهم من نسل الشيطان، اتفقوا على التخلص من طفل جاره وصديقه ليهم عشان يغزوها يحرقوا قلبها على طفلها. خطفوا الطفل سقوه عصير بالسم وكتموا انفاسه وماتوا. هما جيران، المفروض جيران جيران جيران، هقعد اقولها جيران، هرجع تاني اقول الحديث النبوي الشريف اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قعد يقول لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، قالوا من اللي قاعد النبي يلح يقول لا يؤمن؟ قال لك من بات ولم يامن جاره بوائقه. فقالوا له ما بوائقه يا رسول؟ قال شره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا يؤمن ثلاث مرات، اللي يبات وجاره يضمر له شر او يفعل فيه شر، لا يؤمن ثلاث مرات. فاحنا بنشوف هنا جيران اتنين خطفوا طفل جاره علشان يغزوها عشان اختلفت معاه. ادي عينه من ال 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 الحوادث. طبعا الطفل لقوه في الترعه. طيب ناخد قول شكوتك من الشرقيه خاطر، اتفضل يا خاطر. ايوه اتفضل يا خاطر، اهلا بيك. والنبي السلام عليكم. عليكم السلام. والنبي يا استاذ محمد بعد اذنك. السلام.
ايوه يا محمد. وقت التلفزيون يا خاطر، ربنا يخليك. حاضر. ايوه ايوه. وبعدين يعني جيت انا راجل مريض بعين واحده. وبعدين عنده سكر بقد وانسولين. الف سلامه. الله يسلمك يابا. وجيت بنيت حته من 10 سنين وهي كانت ارضنا اصلا، طلعت املاك دوله. وطلع قرار لازم تروحوا يعني تشتروا ما تشتروش وبتاع، وانا عشان خاطر برضو على حدش يجي يحتك بيا جريت وقدمت الطلب بتاعي وجم المعينه وجاسوا ليا ومشيوا. فجم راحوا مقدرين للمتر على 1500. وبعدها باسبوعين راح عاملينها على 900 لجارنا، نفس الارض نفس المكان. قال لي والله تساعدني في في القصد دلوقتي تحت الاول والقصد الثاني دول، يعني فضل على 10 ايام. القصد الثاني عاملينها لي على 45 المتر 1500. طيب اقف مكان فيه شبكه عشان انا بحاول اجمع القصه. انت في قسط ارض او في قسط حاجه عايز تدفعه ومش معاك القسط، صح كده؟ يعني باقي فيها حضرتك. طب معلش يا علي، اعرف منه القسط ده كام وازاي وليه علشان انا مش سامع كويس. ايه؟ ناخد سحر من الشرقيه، اتفضلي يا سحر. الشرقيه شغاله معانا النهارده. اتفضلي يا سحر في عجاله بس عشان تليفونات كتير قوي في ودني. سحر من بورسعيد صح ولا من سحر من بورسعيد، اتفضلي يا سحر. ايوه حضرتك، انا مامة طفل اسمه مؤمن عنده ضمور تشين في العضلات. هو مؤمن كان بيمشي. انت حضرتك بعت فيديو لينا. حضرتك وانت ايه المطلوب؟ عنده ضمور عضلات. المطلوب من وقت حضرتك، هو الاول ما كانش فيه علاج لل لضمور العضلات ده. فدلوقتي اتوجد في المانيا، احنا عاملين له تحليل، اخر تحليل في مركز البحوث، قال لنا الجين بتاعه موجود له علاج في المانيا، ولازم تشوفه على فئه الدوله عشان يقدر يجيبه لك لانه هو غالي جدا ومكلف. طبعا حضرتك هو مؤمن، يعني الضمور ده بيبدا من الرجلين لغايه ما يقضي حته حته على جسمه. طيب انا معايا الفيديو. خلاص يا علي خلاص، انا معايا الفيديو بتاعه. ايوه حضرتك، هو دلوقتي حاليا قاعد بس. طيب نشوف الفيديو وهنرجع. أيوة. نشوف الفيديو وهنرجع. طيب ماشي. نشوف الفيديو. ما انت قلت يا جماعه الفيديو جاهز، فين يا اسراء الفيديو؟ طيب بصي حضرتك، انا هخلي زملائي يتواصلوا معاكي بعد الحلقه النهارده، هنقول لك هتعملي ايه. بشكرك جدا يعني، وان شاء الله ما يبقاش مهيش هيذاع النهارده. لا هنذيعه دلوقتي حالا، هنذيعه حالا حالا حالا. احنا بورسعيد برضو عندنا فيها برضو مجموعه من الناس فوجئوا ان المحافظه بتقول لهم الشقق بتاعتكم مش بتاعتكم. يا فندم. ماشي يا فندم، شكرا. جاهز يا جماعه الفيديو؟ طيب معانا برضو مجموعه من اصحاب الشقق في بورسعيد، الحقيقه فوجئوا انه المحافظه بتقول لهم الشقق دي اداريه مش هتقدروا تقعدوا فيها. طيب نشوف فيديو بورسعيد الشقق يا شباب. طيب ممكن نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. اهلا بحضراتكم. عايزين نشوف الفيديو بتاع طفل ضمور العضلات اللي الحقيقه بعتته امه من الاسكندريه السيده خاطر، ونعلق عليه. نشوف كده الفيديو. مؤمن عنده 10 سنين، انا عندي ضمور تشين. انا كنت بمشي وكنت بلعب مع اخواتي واصحابي وكنت بروح المدرسه. دلوقتي ما عدتش بعرف بعمل ده. انا كنت بروح المدرسه كنت بقع كتير قوي واتعور، وحتى وانا قعدت على كرسي انا كنت بمشي.
وادخل الحمام لوحدي واعمل دلوقتي ما عدتش بعرف اخش الحمام. بابا وماما واختي نوران هما اللي بيساعدوني ويشيلوني، ما عدتش بحب حد يشيلني عشان بحب نفسي امشي لوحدي مش عايز حد يشيلني طول عمري، نفسي امشي زي كده الناس بس انا مش بعرف. بشوفهم بيلعبوا وتنططوا بقى نفسي ابقى زيهم كده واقعد العب واروح اجيب حاجات من السوبر ماركت وكده. انا نفسي رئيس السيسي يشوفني وانا بتكلم كده عشان يجيب لي علاج. انا نفسي اتعالج وربنا حاجه صعبه قوي. يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، لكن اتمنى انه زي ما الرئيس لاول مره تنبه وركز ووجه تعليماته لمعالجه هؤلاء اللي كانوا مهملين قبل كده، ما كانش في حد بيهتم الحقيقه بهم خالص من مرضى ضمور العضلات. وطبعا مرضى ضمور العضلات في كذا نوع وكذا مستوى وبتفرق في السن قبل سنتين غير اللي بعد سنتين، لكن اتمنى انه تشمل المبادره بتاع الرئيس كل الاعمار اللي بتعاني من مرضى ضمور العضلات. وانا بضم صوتي لصوت الام وصوت الطفل في انه يعني وزاره الصحه والحمله القوميه لعلاج مرضى ضمور العضلات انها تتبنى حاله هذا الطفل، ربنا يشفيه ويشفي كل اللي زيه. في فيديو ليه ايضا لضبط تحرير الطفل المختطف في اسيوط ومسرح مسجل خطر وضبط العصابه اللي حاولت تخطفه. الحقيقه ان انا مبسوط ان هو ما ماتش، يعني لانه كان ممكن يقتل. واتمنى من اعضاء البرلمان ان هم يعدوا قانون بتغليظ عقوبه خطف الاطفال، لانه انا ملاحظ انها اصبحت متكرره هذه الايام. نشوف الفيديو بتاع تحرير طفل المختطف في اسيوط. اي حاجه في الحياه المهم وقت ما بلدنا تنادينا، حضن ده امر ده ما فيش شيء معاه يكون مهم ساعتها او غالي علينا. مش مهم اي حاجه في الحياه المهم وقت ما بلدنا ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح. المهم ان المهم اتم حالا وبنجاح، مش مهم ساعتها مين هيعيش ومين في الجنة راح. المهم والاهم لينا وخلصت الكلام، اهلنا وبلدنا يبقوا كل ثانية بأمان. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. انا سعيد ان الطفل تم تحريره، وطبعا استجابه الحقيقه برضو الامن ووزاره الداخليه لما ينشر على السوشيال ميديا استجابه سريعه جدا، وبنلاقي برضو ضبط المجرمين في وقت قياسي بصراحه من حدوث الجريمه. من الجرائم البشعة اللي حصلت في المنصورة، أما يبقى في اتنين خلاص معديين الستين يعني 65 و66 ويتخانقوا مع بعض، واحد هما نسايب يعني، فواحد متخانقين مع بعض على ميراث، ده انت خلاص قربت رجلك والقبر، ميراث ايه؟ بتدور هتعيش قد ايه عشان تدور على ميراث؟ فواحد يمسك مسن 65 أو 66 سنة يمسك زوج نسيبه بقى يعني أخو مراته نسيبه برضه مسن 66 سنة يولع فيه ويقفل عليه الباب لغاية أما يتحول لجثة، يقول لك كويس أنا اتخلصت منه عشان كان عامل لي نزناز في الميراث. يا نهار أسود، اديني عقلك يعني. يعني طبعا ربنا يكفيك شر الشيطان لما بيسيطر على بني آدم. برضه من الجرائم اللي في اسكندرية الغريبة جدا النهاردة إنه
واحد باع كدبه بكبده، كدبه هو فعلا كدبه يعني، هو انه كذاب. واحد باع كبده بيقتل زوجة خاله وبيقول لك كل ما قتلها تصحى تاني، لدرجه انه وجه لها عشرات الايه الطعنات. وده بسبب ايه يا جماعه؟ لانه كان سالف منها 10,000 جنيه وما سددهمش. يا لهوي، ايه ده؟ ايه ده؟ وعليه ديون وخمس ابناء طبعا ومهدد بالسجن. طبعا السبب الرئيسي في ده هو ايه؟ انتوا عارفين موقفي. عدد الابناء خمسه برضو. خمسه. ما دام انت خلفت اكتر من اتنين وما عندكش قدره، شيل يا معلم بقى اللي مش عارف القربه مقطوعه تخر عليه زي ما بيقول. ادي النتيجه، كثره العيال بتعمل ايه؟ كتر العيال بتجيب الدم ده، تودي روحك في داهيه وخلاص، وانت بقيت مجرم وتاخد اعدام. ده في الدنيا بقى، ما بالك في الاخر. برضو بسبب 130 جنيه حصلت جريمه قتل. 130 جنيه. احنا معانا ام جرجس؟ يعني ممكن تبقى على اتفه سبب، الجريمه على اتفه سبب، عشان كده بنقول يا جماعه اداره الغضب، اداره الغضب، خلي عندك اداره للغضب، قبل ما تتهور وتعمل عمله سودة توديك في توكر، فكر لثواني. لانه ممكن يعني في شابين قتلوا بعض عشان 10 جنيه مثلا. ضربوا بعض لما الاثنين راحوا. فدي حادثه برضو الست ام جرجس ابنها اتقتل عشان 130 جنيه. وبيطالب بيهم، اسف سوري. طيب على ما تيجي المداخله. طيب معانا الست ام جرجس. يا ام جرجس. ايوه. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ايه اللي حصل يا ست ام جرجس؟ سامعك، اتفضلي. اللي حصل ان انا ابني كان فاتح محل، ايوه، استيكرات وتفخيم وحاجات زي كده. هو واحد صاحبه ده استلف قرشين وده استلف قرشين وعملوا بيهم حته محل صغير كده. استلفوا 20,000 جنيه. اوكي. وعملوا حته محل صغير كده. جه واحد صاحبه اتصاحب عليه وبقى يجي يقعد معاه كل يوم بالليل. بقى ابني يجيب له اكل وسجاير وشاي وكل حاجه. جه بعد كده قال له قيم لي الميكروباص بتاعي. قال له حاضر. قيم لي الميكروباص، كام حسابك؟ قال له 180 جنيه. قال له يبقى لك. ابني غلبان. قال له حاضر. سامعني؟ قال له حاضر. سامعك. اسبوع بقى وثلاث اسابيع. لا اخر جمله ايه؟ ما سمعتهاش. هو قال لابني فيم لي الميكروباص. فيم يعني حط، فيم يعني حط تفييمه لازاز يعني. يبقى اسود او رمادي او يعني يحجب الضوء. عمل الميكروباص. قال له حسابك كام؟ قال له 180 جنيه. قال له خلاص يبقى لك. قال له حاضر ماشي. يوم جاب يوم، اسبوع جاب اسبوع، بقوا ثلاث اسابيع. بيكلمه على الفلوس. يا ابني فين الفلوس؟ قال له بقول لك ايه، مالكش عندي حاجه، انا نصبت عليك. قال له يعني ايه؟ قال له يعني اديتك على عينك. قال له يا ابني عيب كده، انت بتيجي عندي وانا بجيب لك شاي واكل وسجاير، عيب كده؟ قال له هو كده، عاجبك عاجبك، مش عاجبك اعمل اللي انت عايزه. قال له طب بص اديني الفلوس نشرب بيها شاي وقهوه على القهوه، بس ما احسش ان حد ضحك عليا، وكمان دي فلوس شغل وفلوس ناس وفلوس بضاعه وانا معايا شريك، ما ينفعش كده. راح مسك في ابني دب 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 بالمفك على نفوخه. لما ابني وقع من طوله، لا حول الله يا رب. وابني جاله نزيف جامد في المخ، وهو بيقع كمان ما رحموش، راح مديله بالمفك في جنبه، راح مدخله هوا في الرئه. لا اله الا الله. وديناه مستشفى، المستشفى بتاعت اللي في شبرا دي اسمها مش فاكره والله. المهم وديناه دمرداش. دمرداش. الدكتور بقول له يا دكتور، رحت لقيته مبرق ومرمي على الترول. يا دكتور ايه اللي حصل؟ قال لي بصي ابنك جاي منتهي، ابنك جاي ميت، ادعي لابنك، ابنك 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 مش عايز دكتور، ابنك عايز حد يدعي له، عايز معجزه من عند ربنا. قلت له طب يا دكتور اودي اي مستشفى، اودي اي رعايه، اودي اي حته. قال لي لو شلت ابنك من على الاجهزه ابنك مات.
قلت له يا دكتور يعني ما فيش اي امل؟ قال لي لا ما فيش اي امل، الواد ده ضرب ابنك ضرب موت. ما كانش ضرب خناق ولا ضرب زعل ولا ضرب موت. وانتهى لايه بقى؟ الولد مات، توفى، قعد للساعة 6 الصبح على الاجهزة وتوفى. راح ابني عريس، راح مني يا حبيبي، عريس راح مني، ما قلبي معاكي والله. قبضوا على المجرم يا ام جرجس؟ هرب علينا عند ابوه، راحوا جابوه المباحث مشكورة. أيوه. راحوا جابوه. ايوه راحوا جابوه ومحبوس. ومحبوس لسه هينزل اول جلسة الاسبوع الجاي، ودعيلنا صللنا يا رب يجيب حقك يا جرجس. هيجي حقه واحنا معاكي، ويعني طبعا انا قلبي معاكي، وهو يعني صعد للي احسن مننا كلنا، صعد لربه للي احسن مننا كلنا، فربنا يصبر قلبك واحنا معاكي لغايه اما يحصل القصاص من هذا المجرم. جرجس كان غلبان وطيب وحنين، واضح من صورته وملامحه، سماهم في وجوههم واضح، بس يعني ده ابتلاء من الله ولازم تصبري، ويمكن يعني ربنا اختاره المكان احسن مكان يقعد في الدنيا يعني، وابتليه باشياء تانيه. والله ربنا استخسره في الدنيا، ربنا لقاه كويس استخسره في الدنيا، صدقني صدقني. معلش ما كانش جار يقول له يا جرجس هات لي ده، حاضر يا جرجس طلع لي ده الدور الخامس. واضح ابتسامته قدامي على الشاشه يعني، واضح واضح. يقول له حاضر، يقول له يا جرجس شيل لي ده ودي لي ده هنا، يقول له حاضر، هات لي ده يا جرجس، يقول له حاضر. وهو جاي من مصر الجديده الساعه 4 الصبح، واحد قال له يا كابتن انا ضربوني وخدوا فلوسي، عايز اروح لامي، اداله فلوسه وجاي ماشي. بقول له يا ابني اتاخرت ليه؟ يقول لي يما لقيت واحد ضاربينه وخدوا فلوسه منه، يما اديته الفلوس اللي معايا وجيت ماشي. يا سلام يا سلام. طيب في ده هو رب، ده حبيب الله يعني، ده هو حبيب ربنا يعني. واحده غلبانه قاعده على جنب تقول له يا ابني انا عايز اكل، راح جاب لها حواوشي اكلها واداها فلوس واداها كل حاجه. طيب يعني ده راجل زي الملائكه على الارض يعني. كان مأجر توك توك، بنت قاعدة معايا في التوك توك، دخلوا يعكسوها جوه التوك توك وهو واقف في الزحمة. نزلت خانق عشانها، بقول له يا ابني جاي مبهدل ليه؟ يقول لي يا ماما الناس دخلت تعكس بنت ضربتهم. يا ماما ليه يا ابني يا حبيبي؟ وانت كل واحدة هتتخانق لها؟ يقول لي يما عندي بنت لو حد، شفت ده ابن موت، ابن موت اتنيح عند يعني عند اللي احسن مننا. بشكرك يا ام جرجس قوي، وقلبي معاكي طبعا يعني، الام المكلومه الساكله قلبي معاكي، ندعي لها يا جماعه ربنا يصبرها. وده يعني زي ما بيقولوا قدر الفرسان يعني، جرجس كان فارس على الارض بصراحه. عايز اروح لخبر خاص بالفنانه ميرفت امين. الحقيقه نشب حريق رهيب في شقتها النهارده، بسبب هي ساكنه في احد العمارات. انا رحت لها الشقه دي اكتر من مره في شغل، ومن الناس الراقية، ناس كده تحس انك مع هانم، انا بعتبرها هانم الوسط الفني، عمري ما سمعت الكلمة من عيبة من بقاها. ست شيك كده، اميرة يعني، ميرفت امين دي اميرة النجمات بصراحة، وابتسامتها هادئة، وتتكلم بهدوء، وتختار الفاظها. ما سمعتهاش وشفتها مرة مثلا تجيب سيرة حد، ما يعني الوسط الفني مثلا يحب النميمه، هي لا تحبش النميمه، شغلها وخلاص. وكانت دايما برضو مع دلع بعيس في كل العزاءات. فالحقيقه النهارده يعني هي فوجئت ان في حريق، وانه في مطافي، 7 مطافي في العماره، والميه داخله عليها في الشقه، بسبب انه في شركه في الدور اللي تحتيها ولعت، فالنار طلعت فوق في الشقق اللي فوق. ميرفت امين بتطمن الجمهور على انها كويسه، وانه ما حصلش حاجة ليها، وإنه المطافي حصرت النيران في العقار اللي ساكنة فيه. بعد سحب تراخيص غناء، حسن شاكوش يناشد هاني شاكر رجاء تخفيف العقوبة. اللي حصل إنه المستشار القانوني النهاردة سعد المتولي أعلن إنه في وقف يعني غير ما يعني وقف للأبد، إنه شاكوش لن يغني. طبعا خبر نزل على السوشيال اشعل الدنيا، و شاكوش بيقول يعني ده كده خراب بيوت، وانا ملتزم وعندي عقود وعندي حفلات وكذا، فبيقول رجاء تخفيف العقوبه. الغريب انه رضا البحراوي اللي كان يعني خصم حسن شاكوش في المشكله
خد وقف شهرين مع تحمله اجر الفرقه الموسيقيه مده الايقاف. طبعا القصه انا قلتها قبل كده، هم شتموا بعض بالاغاني في حفل في الساحل الشمالي بسبب تاخر نزول رضا عن الحفل وصعود شاكوش متاخرا. عايز اروح النهارده برضو لحسام البدري. الحقيقه يعني الناس شن حمله هجوم عليه غير عاديه، لانه عرفوا كان بياخد كام. لما احنا عندنا فشل في منتخبنا القومي رهيب، وامبارح المباراه بتاع مصر والجابون كانت برضو فضيحه بصراحه، كانت فضيحه بجلاجل، فيطلع حسن عمك حسام البدري بياخد 700,000 جنيه يا جماعه في الشهر. يا ليله غبره، 700,000 جنيه وايضا قابله للزياده بنسب مئويه مختلفه سنويا. يعني ده الحد الادنى، الحد الادنى لاجره كل شهر 700,000 جنيه من دم المصريين، من لحم المصريين، مما يدفعه ضرائب المصريين، والنتيجه فضايح. فالحقيقه ده عامل غضب على السوشيال ميديا رهيب. وطبعا العقد بتاعه بيقول ان هو لازم يقدم استقالته، وانه لو اقيل بياخد تعويض. ففي كلام بقى هل يقدم استقالته هل اقيل، لكن في كل الاحوال هو بقى بره المنصب. ومرشح اسم فينجادا البرتغالي. فينجادا كان مدير الفني لنادي الزمالك، وعمل انجاز الحقيقه في فتره وجوده، هو مرشح يبقى المدير الفني لمنتخب مصر بدل حسام البدري. برضو عايز اروح بقى الخبر الحقيقه، الهروب 6 فلسطينيين اسرى زي فيلم قبض، فاكرين فيلم امير الانتقام انور وجدي لما حفر وحسين رياض تحت الحيطه وتحت الارض، كان في 6 محكوم عليهم بالسجن للابد في السجون الاسرائيليه، 6 شباب فلسطينيين قدروا ان هم يحفروا تحت الارض ماسوره، مش ماسوره بقى يعني قناه او طريق تحت الارض نفق، وهربوا فجرا اليوم من سجن جلبوع الى منطقه بيسان شمالي دوله الكيان الصهيوني. نشوف الصور، صور رهيبه، صور رهيبه، صور رهيبه بصراحه. ماشي، عايز اخد مداخله سريعه كده من ادي الصور. هطلع فاصل يا جماعه عشان عندنا فقره برضو يعني انسانيه الحقيقه، الضيوف هم اللي طلبوا ان احنا نتكلم عنها. لكن انا عايز اخد تقرير، كنا هناك برنامج الثامنه، أول استجابة لدعوة الرئيس عن الوعي كسلاح في مواجهة التطرف والإرهاب. الحقيقة استجابت جمعية رسالة السلام اللي أمينها العام الأديب والناشر أسامة إبراهيم، وموجود فيها عدد كبير من أساتذة الجامعة منهم الدكتور حسن حماد أستاذ الفلسفة الشهير، وكثير من المثقفين كانوا في الندوة كبداية مجموعة أو مبادرة لنشر الوعي ضد الظلمية والتطرف والتخلف ونشر الثقافه. كان موجود في الندوه الحقيقه الدكتور سعد الدين الهلالي، الدكتور وسيم السيسي، عمداء كليات، نواب رئيس رؤساء جامعات، وانا كنت بقدم الندوه. هنزعل لكم جزء منها لانها مهمه جدا، ازاي يعني مثل هذه الجامعات الاهليه تبدا في نشر الوعي في ثنايا المجتمع لمواجهه افكار التطرف، لان احنا في كتير جدا في ادمغتهم لا تزال حتى الان واقفه عند العصور الوسطى. ما فيش عندنا تعايش، ما فيش عندنا تقبل الآخر، فاهمين الدين غلط، دماغنا سلفية ودماغنا ظلمية، وإحنا رابسين بدل مع كمان يعني انتصار طالبان في أفغانستان، فده بيدي قوة للفكر السلفي والفكر الجهادي وفكر تكفير الآخر وفكر عدم قبول الآخر. فالحقيقة الندوة دي كانت مهمة جدا من أجل تصحيح هذه المفاهيم. وأول غيث قطرة عندهم مبادرات للنزول للمحافظات ونشر الوعي ما بين الأجيال خصوصا في الصعيد وفي الريف، وأيضا نشر الثقافة والفكر. نشوف التقرير وبعد الفاصل نلتقي بحضرتك. الوعي والإبداع سلاح لمواجهة الإرهاب، عنوان مؤتمر عقد استجابة لدعوة
سيادة الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإعادة التفكير وتنمية الوعي والإبداع. المؤتمر حضره نخبة من المثقفين والمفكرين. يعملوا لنا غسيل مخ من ساعة ما ظهر دستور مصر 23 وقال لك عشان نحارب الدستور نقوم نجيب ما هو أقدس ونقول لكم القرآن دستورنا. حب مرة في مرة خلاص أصبحت ثقافة عامة. الدكتورة نجوى الحقيقة قالت لي فكرة جميلة جدا أنا كنت قلتها في الإعلام كذا مرة. إن خطب الجمعة دي مؤثرة جدا. أقسم لكم بالله خطب الجمعة بكل اتفاق الفقهاء السابقين لا تأخذ أكثر من دقيقة أو دقيقتين. وهي عبارة عن جملة أو جملتين. ده بالمذاهب كل المذاهب بلا استثناء. إحنا اللي خدناها ربع ساعة وعشر دقايق وساعة وآخر. المهم من كان يتولاها أيام الرسول إلى عهد الخلفاء عارفين مين يتولاها؟ المسؤولين عن الشعب. وأقامته مؤسسة رسالة السلام للأبحاث والتنمية وبتقديم الإعلامي محمد الغيطي. تنظيم الإعلام ما بعد 30/6 لكن ما عندناش ثقافة كمؤسسات وكمجتمع يعني منح المعلومة. وطبعا هي الإعلام تقول لي يعني الإعلام يسعى احنا بنسعى لكن ليس من السهل انك تحصل على المعلومة. لكن هو اتكلم عن انه الثقافة اهم رافد للإعلام وانه تثقيف الإعلامي مهم وتأهيله مهم. يا دكتور سامي احنا شفنا إعلامي بيقدم لعبة على الشاشة على انها خطة روسيا في حرب سوريا. الثامنة التقى بأهم المفكرين والمثقفين والمتحدثين بالمؤتمر. سعد ايه الهدف من المؤتمر؟ بيقول سيادة الرئيس ان احنا تلقينا معتقداتنا واحنا اطفال صغيرين ما كناش مسؤولين عن ما نتلقاه. لكن بعد سن الرشد الانسان صار مطلوب منه انه يعيد صياغة ومؤسسات المجتمع المدني. ومن ثم زي ما حضرتك شفتي مستوى المشاركين كل طرح من جانبه بعض من أبعاد الوعي سواء كان الوعي السياسي أو الوعي الاجتماعي أو الوعي الديني أو الوعي الوجداني والنفسي. وأعتقد أنه النهاردة ما طرح من فكرة بحوث وملفات تعرض على الإعلام علشان الإعلام يتناول هذه القضية بناء على قاعدة معلومات وقاعدة حقائق بملفات مدروسة. الهدف من المؤتمر هو تلبية لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي يطالب فيها بالوعي وإعمال التفكير في كل شؤون حياتنا. لذلك قامت مؤسسة رسالة السلام يعني تجميع هذه الكوكبة الكبيرة من المفكرين. هو المؤتمر زي ما احنا كاتبين هو استجابة لمبادرة السيد الرئيس بتحرير الفكر والوعي وكمان الإبداع، لأنه المجتمع المصري حاليا في أمس الحاجة إلى هذه المقولات السلاس. ليه بقى؟ لأنه كلمة الرئيس التي جاءت في التلفزيون المصري جت بعد اجتياح طالبان لأفغانستان، وده يعني حس قومي وحس وطني وحس استراتيجي وحس عسكري طبعا من السيد الرئيس. نتيجة ايه؟ نتيجة انه الواقع المصري لم يزل مهيئا ومخصبا للفكر الديني. فالرسالة دي هي رسالة للمثقفين وللتنويريين وللمؤسسات ايضا، واحنا يعني من خلال مؤسسة رسالة السلام ايضا نفكر. انا يعني سعيد بوجودكم معنا في هذه الندوة النهاردة، وان شاء الله دائما يعني نلتقي على خير، وتمنياتي للقناة بكل التوفيق والنجاح. في مراميه عادلا في احكامه صافيا في مواده نقيا في مبادئه دهشة للمؤرخين. طب ليه؟ قام على دعامتين: العدل أساس الملك بين الحاكم والمحكوم، العدالة الاجتماعية، الكل أمام القانون سواء بسواء. ويستشهد بمؤسس الأمبراطورية التي امتدت إلى ما بين النهرين شمالا، برقة غربا، أثيوبيا جنوبا، تحب مستند. أراد أن يغير فقرة في القانون، فقرة
اعترض كبير القضاة وقال له: لا يجب أن تعلو كلمة الحاكم على كلمة القانون. يعتذر تعود مستلد ويطلب المغفرة. الزعامة معرفناش نطلع من التاريخ الإسلامي ما يفيد بناء الطفل. أنا بشوف باختصار دعونا نركز في مسار موازي على بناء عقلية الطفل. يعني ما يتمش الاستفادة من تجارب ما دام هي تجارب ناجحة وتجارب بشرية في النهاية، سواء تجارب عربية أو غربية. في كتاب مهم جدا لجان جاك روسو اسمه إيميل أو التربية، إيميليو إي لإدوكاسيون. الكتاب ده أنا شايفه كتاب مهم جدا. جبنا عشان تصرف على هذا الطفل اليتيم وتقول له لازم أشوفك دكتور. فبقى أعظم دكتور، أنا أعتقد ده أول طبيب في العصر الحديث، كرم من ملكة بريطانيا. وصل لمستويات في الطب غير مسبوقة في عصره يعني. وكان أول نقيب أطلب. ده أمه اللي بتبيع جبنة وزبدة علشان تقول له لازم تبقى دكتور. ده الوعي. أنا جدتي كانت كده. أمي لا تقرأ ولا تكتب، كانت تسمع البي بي سي وتقول لي تعالى. تعرف يعني إيه إمبريالية اللي بيتكلموا فيها دي؟ وأنا في ابتدائي. إمبريالية وهي فلاحة. فالحقيقة الدكتورة قالت أكثر من رسالة، وقالت عن قادة الرأي، ده مهم جدا، إزاي نصنع قائد رأي يغير، يعني يبقى مهموم بالرسالة ثم ينشر الرسالة. وأقسم بالله العظيم أنا الجمعة اللي قبل اللي فاتت يا دكتور سامي كنت بصلي الجمعة في الكومباوند، أنا قاعد في الكومباوند، أنا من الناس اللي عندهم. فالمهم لقيت المسجد في الساعة الشيخ معين من قبل الأوائل. ففي كل مرة بيقول مقدمة، أنا واثق إن المقدمة دي مكتوبة من ألف وشوية سنة، هو حافظها من كتب الصفراء القديمة بتاع التراث. الحمد لله الذي خلق لنا الدواب ثم الآب الإياب السجع المقيت الممل. وبعدين أنا إيه، أنا في كل جمعة بروح بحفظ، يعني زهقت. فجيت الجمعة اللي قبل فات تعمدت بقى إن أنا المسجد اللي أنا فيه كان بيصلي فيه جاري الشيخ محمد حسان، بس هو بيخطب، فسمع الحوار. فقلت له: يا مولانا الحوت بجيب انا كم سنه؟ ازهري معمر. قال لي: انا حافظها من وانا اعدادي ازهري. قلت له: طب ما احنا ان ربنا احنا خلق بعد الدواب طائرات نفاثه وكبسولات فضائيه وصواريخ، ودلوقتي بيفكروا الناس بتحجز للمريخ عشان فبعد الدواب في حاجات كتير قوي، يعني في اشياء كتير قوي بعد الدواب. فهو الحقيقه اللي حاضر هغيرها. الجمعه اللي فاتت بقى والمصحف الشريف خطبة تانية بنفس الطريقة من نفس المرجع. يعني هو الفكرة هنا زي ما الدكتورة ان انت اتعلمت ازاي، يعني الدكتور سعد ربنا يديله الصحة، عشان كده بنقول له لازم طيارة، احنا عايزين مدرسة، عايزين نستنسخ الراجل ده. هو خلق صفيحة، انا اسف التعبير، التعليم خلق سواء الازهري او غير الازهري بالمناسبة، عشان ما صفيحة بتتملي بشيء ما بتفكرش تغيره ولا تضيف اليه ولا تعيد ولا تهزه. فاحنا محتاجين نغير الصفائح، مش الصفائح الدمويه، الصفائح الفكريه. الصفائح اللي بتتخرج بتبقى للاسف قنابل جهل مش موجوده دائما في سنان مختلفه. قبل الحقيقه وقد نقلنا لكم اهم احداث مؤتمر الوعي والابداع لمجد الاياد. كان معكم مارينا عادل، الثامنه مساء مع الاياد.